ماما انا مش عاوز امشي على نظام غذائي ولا اضبط اكلي، بس عاوز اخس برضه. يعني انت عايز تاكل اي اكل حتى لو كان ضار في اي وقت وباي كميه وعايز تخس؟ ايوه، ما في حقن للتخسيس والتثبيت. اكل اي حاجه براحتي وما زيدش برضه. بس التنظيم الغذائي افضل للصحه العامه مش للتخسيس بس، وكمان ملوش اضرار. بلاش الكلام الفلسفي ده، انا عاوزك تجاوبيني، هل الحقن دي بتخسس ولا لا؟ ايوه بتخسس. هل الحقن دي بتبطئ تفريغ المعده وتحسسني بالشبع لمده اطول وبكده تساعدني على التخسيس؟ ايوه صح. جميل جدا، انا بقى عاوز اخد حقن من اللي بتخسس دي. بس مش اي حاجه سواء دواء او اعشاب بتخسس ينفع تاخدها. اشمعنى يعني مش اي حاجه تخسس اخدها؟ انت تعرف الماده الفعاله اللي في الحقن اللي انت عايز تاخدها دي؟ ايوه، اسمها ليلاجلوتايد. انت تعرف الماده دي بتعالج ايه او بتشتغل ازاي؟ لا. الماده دي بتعالج السكر من النوع الثاني علشان بتقلل السكر في الدم عن طريق زياده افراز الانسولين. حتى لو هي متصنعه لمرضى السكر، طالما هي بتخسس ايه المشكله لو انا خدتها؟ المشكلة إن المادة دي درجة أمانها لاستخدامها في التخسيس مش معروفة لو هتستخدمها لفترة طويلة. ما ينفعش أي حد ياخدها، اللي ياخدها لازم تنطبق عليه شروط معينة. مش فاهم برضه، ده معناه إيه؟ من الآخر يعني المادة دي لها أضرار ممكن تسبب سرطان في الغدة الدرقية. طالما المادة دي خطيرة كده، ليه في ناس بتستخدمها؟ لأن الحقنة دي تم اعتمادها لمرضى السكر في 2010، ومؤخرا تم اعتمادها لمرضى السمنة بس بشروط معينة. يعني الحقن دي ما تنفعش للمرضعات ولا للحوامل ولا للأطفال ولا للناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية ولا اللي عندهم تاريخ عائلي من مشاكل الغدة الدرقية ولا المرضى اللي بياخدوا أنسولين ولا المرضى اللي بياخدوا نفس يعني أدوية من نفس العيلة بتاعت الليلاجلوتايد اللي هي زي الجلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور أجونيستس، ولا للمرضى اللي عندهم التهاب في البنكرياس ولازم البادي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتلة الجسم يكون عند الناس ديت يعني 27 أو أكبر، بالإضافة أنه يكون مصاحب لمرض مثلا زي السكر أو الضغط، أو لو ما كانش عنده سكر ولا ضغط لازم مؤشر كتلة الجسم عنده يكون 30 أو أكبر، ولازم الناس اللي عندها مشاكل في الكبد أو الكلى أو القلب ياخدوا بالهم، أو المرارة مثلا، أو المفروض اللي ياخد الحقن ديت يكون ماشي على نظام غذائي ونظام رياضي بجانب الحقن، وإلا وزنه هيزيد بعد ما يبطل الحقن، والأفضل إن هو ما يكونش عنده اكتئاب. يعني مش زي ما الناس ما هي فاكرة إن هو هياخد الحقن وبعد الحقن ياكل اللي هو عاوزه بأي كمية في أي وقت ووزنه مش هيزيد. بالظبط كده، أوعك تاخد الحقن ديت من صيدلي ولا من أخصائي تغذية، لازم تاخدها تحت إشراف طبيب الغدد الصماء. يا ريت لو بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل اشتراك.